الشوط الثاني عشر يستعد للانطلاقة، وما زال العد التنازلي لاكتمال نصاب هذا الشوط. وانطلق أيها الأخوة أيها الأعزاء الشوط الثاني عشر من هذه الفترة المسائية، وانطلقت شعارات أبناء القبائل تتنافس هنا على أرضية المضمار وعلى أرضية ميدان التحدي أيها الأخوة في هذه الانطلاقات المسائية. وما زالت المنافسات قائمة، وما زال التوقيت الزمني هو الأبرز، توقيت من فازت بالشوط الأول الرئيسي العنود 4:43 ثلاث أجزاء من الثانية، وما زالت الفرصة قائمة للأخوان ملاك الهجن في تحطيم هذا التوقيت. إذن الفرصة ما زالت قائمة، وانتقل التنافس من أرضية المضمار إلى التوقيت الزمني، وهذا بطبيعة الحال ما نتمناه. والمقدمة مباشرة مع زاهية لجار الله بن سالم المكسور، تسيطر زاهية على مقدمة الشوط، تليها في المركز الثاني العنود لسعيد بن راشد براية المري، وهذا هو شعار العنود الفائزة بالشوط الأول الرئيسي، والشعار الظبي أيضا الفائزة بالشوط الثاني في هذا المساء. نتمنى لها التوفيق. أيضا هذه العنود من تشاهدونها تحتل المركز الثاني، ولكن حدث وحصل تغيير على المركز الثاني وأيضا على المركز الأول مع أول كيلومتر ينقضي من هناك أقصى اليمين، ومن خلال شاشة التلفزيون من غيرت كرم لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، ويضمرها سعيد بن راشد الزعبي نقلة إلى المركز الثاني. من تحتل المركز الثاني زاهية لجار الله بن سالم المكسور، تليها في المركز الثالث العنود لسعيد بن راشد براية المري نقلة إلى المركز الرابع. من تقدمت واحتلت المركز الثالث الوارية سالم بن حمد بن جهويل المري، المركز الرابع في هذه اللحظات زاهية جار الله بن سالم المكسور، ونقلة إلى المركز الخامس المتحدة لناصر بن محمد بن شابل المري، و1500 متر 1500 متر وعودة إلى مقدمة الشوط وإلى كرم أيها الأخوة أيها الأعزاء بهذا الانطلاق السخي وبهذه الانطلاقة الممتازة. وسبق وإن فازت كرم مشاهدين الأعزاء في السباق المحلي الثالث، وأنا شاهدتها هنا أعرفها شخصيا، أيضا تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، يضملها سعيد بن راشد الزعبي. يلا يا أبو راشد. النقطة الثانية جماهير كرم ينتظرون، أيضا أهالي القرافة ينتظرون السلامات في هذا المساء. نقلة إلى المركز الثاني، والزحف الذي أراه قادم في ثاني المراكز. من تتسلل أيها الأخوة أيها الأعزاء وتخطف المركز الثاني الفائزة، علي بن سالم بن سنيد الدعية الفائزة. المركز الثالث هذه العنود لسعيد بن راشد بالراية، بينما المركز الرابع العوجة لسمو الأمير عبد الله بن سعد آل جلوي آل سعود، يضمرها علي بن عبد الله آل حويل. ودخول دخول من تتقدم وتحتل المركز الثالث في هذه اللحظات الباسلة محمد بن علي بن دهمان، بينما المركز الرابع العنود سعيد بن راشد بن راية. المركز الخامس حظ خليفة بن حمد العطية، وعودة إلى كرم. الله يا سلام، الله يا كرم. والنقطة الثانية إن واصلت مشوارها، النقطة الثانية لها في هذا الموسم شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ولكن بانت الخطورة على كرم، وكرم لها جماهير ولها محبين. يا سلام، الخطورة بانت في هذه اللحظات من قبل أفعال محمد بن حمد بن جهويل، أو من قبل حاملة الرقم 22 نهب راشد بن طالب بن شريم. أيضا المركز الثالث هناك الفائزة علي بن سالم بن سيد الدعية. المركز الرابع الباسة محمد بن علي بن دهمان، ولكن كرم و300 متر الأخيرة، اللحظات الأخيرة كرم أيها الأخوة هي الأقرب بشعار سعادة الشيخ
محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مضمر سعيد بن راشد الزعبي. الله يا سلام يا كرم تصر أيها الأخوة أيها الأعزاء إلى إهداء الناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. تهانينا والناموس والتهاني تذهب محملة إلى أهالي القرافة. تهانينا والناموس. لحظات الوصول. المركز الثاني نهب لراشد بن طالب بن شريم المري. المركز الثالث عطوني المركز الثالث. المركز الثالث الفايزة علي بن سالم بن سنيد الدعية. بينما المركز الرابع الباسلة لمحمد بن علي بن دهمان. المركز الرابع فرحة العلي بن عبد الله بن سند المهندي. بينما المركز الخامس حظ خليفة بن حمد العطية. هذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى تشاهدون في هذه اللحظات كرم واقترابها من خط النهاية قاطعة مسافة الثلاثة كيلومترات في 4 دقائق و51 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني والتهاني موصولة لسعيد بن راشد الزعبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني نهب قطعت المسافة في 4 دقائق 52 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نهب راشد بن طالب بن شريم المري. المركز الثالث الفائزة قطعت المسافة في 4 دقائق و53 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا للعلي بن سالم بسنيد الدعية على فوز الفائزة بالمركز الثالث في هذا الشوط. أيها الأخوة الشوط الثالث عشر يستعد لانطلاقه وفيه الكلمة تنتقل للزميل حمد بن محمد الزعبي.